هذا يسأل عن قضية الأخبار في العقيدة. نعم، الأخبار الواردة في العقيدة، الأخبار عن الله سبحانه، عن أسماء الله وصفاته، الأخبار عن يوم القيامة، الأخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة، يجب الإيمان بها. ما جاء في الكتاب والسنة يجب الإيمان به من الأخبار عن أمور الغيب وعن الأمور المستقبلة والماضية وعن أسماء الله وصفاته، يجب الإيمان بها. ويسأل عن ما تقدم السؤال عنه، يقول: هل المضاعفة، مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام، تشمل النافلة؟ نعم، الظاهر تشمل النافلة، تضاعف الفريضة وتضاعف النافلة في المسجد الحرام.